إذا كانوا عاملين إيه؟ أنا هلعب ماينكرافت. بس كان بتاعي اسمه يوسف محمد، عشان بتاعتي اسمها يوسف محمد. خش اعمل سبسكرايب وفعلوا جرس. يا جماعة خليكوا في البيت، خليكوا في البيت، ده بيتي اهو. أنا كمان مخليه في البيت، كنام بس مش عاوز. هنا اللي تشيست فيه أكل، اللي تشيست فيه أكل برضه، بس لحمة. بص أنا لابس ايه معايا، ايه هنا جنين زي ما انتوا شايفين، وهتلاقوا كلابي بره موتين خلاص حرفين اهو، شايفين اخش حرام. شمال انزل البسين بوم. بصوا البيت ده كبير والجنينة كبيرة اوي. انا هعمل حاجة تانية، هعمل بيت نوب من أوحش البيوت اللي في العالم. ليه ده؟ محدش هيصدقني فيكوا، بس انتي حقيقة ليه ده؟ يكون بيصغير أوي كده كده عشان الضيوف، عشان الضيوف النوب. يكون حاكم البيت اللي انتوا شايفين صغير قوي، شوية كلاب ولا هيجي الوقت ايه اللي بس احط فيه ايه بيت، بس ده كله هحطه. زي ما انتوا شايفين كده، هنا كده بس اخلي الباب ايه مفتوح كده. هنا كده يخش احط البد، احط لون ايه بلو، ماي فيفورت كولر بلو. هنا كمان ايه عشان الحوز، هنا مجمو نوب، ده بيت لنوب اسمي بيت نوب، نوب هاوس. تعمل حاجة كده هنا يعني لو هتعمله خلاص ان N O O P. نعم كده نوب نوب، عرفت اكتبها بس اللي عرفته يعني عرفت اعمله. نوب هنا بقى مش لاقي حاجة غير النوب. جو يمطر في الحقيقة، النوب هاوس ده برو هاوس، برو شوية بيت بوكس. برو هكتب هنا برو عشان it's my house كده.
Így járni. We are go brew house. Pro house, pro blow, pro house, noob house, pro house. يا رب تتكرروا وتشوفوني أحلى. ده برو في جنينة هنا كده، ممكن أحط يعني هو بيت واسع ما شاء الله، ممكن أحط هنا حاجات كتير، بس أنا بحب أحط في غرفة واحدة حاجات، مش بحب أنا أحط حاجات كتير. شيل دول بقى كده. لا سلام ايه دلوقتي، كنت هبني بيت مكتوب كويس هبني باللايت بلو ده عشان بحبه، لايت بلو بحب اللايت بلو. اللي بيحب اللايت بلو يكتب في الكومنت، واللي بيحب البلو شخصية عادي يعني اصلا ينزل برضه يكتب في الكومنت. اللي بيحب لون البلو ينزل يعملها في الكومنت، قصدي يكتب لي في كومنت. خليه بيت يعني وسط، مش برو ولا نوب. ايه ده كفاية، مش خليه كبير اوي يعني، خليه في جنيه صغيرة كده عشان اقولكوا يعني مش هيبقى برو ولا نوب. كفاية كده، خلي الباب برضه حلو، السقف حلو ظبطه يعني. خليه يعني طوله كويس مش وحش. خلي الباب من هنا كده، يا رب بس ايه الناس اللي هيقولي صحابي هما عندهم مايكرافت برضه ساعات يلعبوا معايا، طلعوا معايا في فيديو تشوفوه. ده اللي جاب الكلاب دي، طلعوا بره يا كلاب، مش شايفين اللي بعمل فيديو بره. بره يا كلب، بحبكم لكن مش للدرجة اللي انا اعمل فيديو وتطلعوا فيه. انت تطلعوا فيه استأذنوني. نوب ادي ميدل مش نوب ولا برو، ميدل اللي هنا حته كده لسه. وكمان ماي فيفرت يعني اللون التاني اللي بحبه البلاك، بحب البلاك والوايت الاتنين، بحب البلاك وبحب الوايت الاثنين. اوكي بقى تشوفوا مني فيديوهات تحفة، بس عشان ده اول فيديو ليا ايه تلوني كده عادي حلوة اوي يعني. الفيديوهات الجاية بقى تشوفوا فيديوهات تحفة. انا ايه يعني انا كنت عامل شانل قديمه كانت وحشه مش كان عليها سبسكرايبرز، فانا عشان كده مسحتها وعملت شانل جديده.
à enlever tous les liens qu'on donne. حلو الحمد لله طلع كويس مش حلو قوي بس كويس. نجيب بقى ايه شمع شمع احلى في كام دور ادي الشمع احلى من الفانوس بتاع ماينكرافت. اللوبات بقى شوف اللوم التمبت كويس عليه واخلي فيه هنا كومودينو كمان احط له تشات صغير كده هنا بس مش هحط له فيه اي حاجة تشات عادي كده تشات هنا اعمل له بقى جنينة صغيرة حلوة كده هنا حلوة قد ايه اكيد مش قد جنينتي يعني بس الصورة بتاعها هيكون احلى هتكون صغيرة امشي يا كلبوبي امشي يا كلبوبي تمام محترم بس انتي صغير قوي هنا كده واصلا طول شكل كده ويكون شكله اصلا مش بسين يعني ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس واكتبوا لي كومنتات واللي انتوا عايزين تسألوني أسئلة تعملوا أي حاجة حلوة تخصني يعني أقولك أجاوبكم على حاجة أنا نسيت أحط المية النور ده في المية عندي راحت عندي كده اهو البيت خلصت لو عايز يلعب معايا يكتب لي في كومنت عاوز العب معاك واللي عاوز يلعبني يكتب لي كومنت ويعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس واعمل الحاجات دي فعل فين هادي لو انت بتخش على اليوتيوب يعني في اكيد ناس بتقول لك واعمل الحاجات دي شيت النور زي ما انتوا شايفين زود شوية النور انا حاسس ان النور ده وحش بس هضطر اعمل كده وكده بقى يبقى الفيديو خلص بقيت بقى هو البيت ده يعني مش بنيه بقالي كتير بنيه من ساعة كده ولا ساعتين كده يكون الفيديو خلص ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وشير زي ما قلتكم اللي عاوز يلعبني يكتب لي في كومنت واللي عاوز يلعب معايا يكتب لي في كومنت برضه ماشي باي.